لما نستخدم الـ RESTful API ففي كل عملية عندنا client اللي هو الموبايل اللي ينفذ كودك أو الحاسوب اللي ينفذ كودك أو postman ممكن حاليا يعتبر client اللي هو فتشي يرسل request إلى server وserver اللي هو راح يرجع response إلى الكلاينت. طيب شنو مكونات الريكوست وشنو مكونات الريسبونس؟ خلينا نتعرف عليها بهذا الفيديو. لما نتحدث عن الريكوست فأول مكون إله هو الـ URL. احنا الـ URL شايفيه مثلا في هذا المثال عندنا هذا URL. الـ URL راح يوجهنا إلى فتشي معين نسميه endpoint لكل request API معينة أو موقع معين. لما عدنا أكثر من request لنفرض request يجيب لنا اليوزر اللي احنا مسوي لهم follow, request يجيب لنا أحدث المنشورات, request يجيب لنا قائمة طلبات الصداقة. فإذا لكل request أكو إلى URL مختلف. الجزء الأول من request اللي راح يكون ثابت مثلا إلى هنا راح نسميه base URL اللي هو يكون ثابت بكل الريكوستات, وبعدها جزء يتغير من ريكوست إلى آخر في نفس هذا الـ API-ات اللي نستخدمها. طيب لو نلاحظ هنا بداية هذا الريكوست HTTPS اسم الموقع دوت كذا وراها سلاش سلاش V2 سلاش all. هذه هنا القيم مثل كلمة all مثل كلمة V2 هي نفسها إذا تتغير ممكن راح ترجع لي result مختلفة. طيب هذا صحيح هي جزء من الـ URL لكن تسمى path parameter, يعني هي كأنما قيمة أرسلتها لاحظ أنت ضمن الـ path لكن هي parameter. ليش parameter؟ لأن تغييرها راح يرجع لي نتائج مختلفة. مثلا هنا أنا V2 داخل V1 حيرجع لي شكل ممكن قديم. أنا صراحة ما مجرب هاي الـ API بس كفكرة عم أتحدث. طيب خلونا نروح إلى API جربناها سابقا. راح نأخذها copy واللي هي مال تشوف إن هذا الاسم تابع لأي دولة. خلنا نرسلها. طيب لو نلاحظ هنا ضمن الـ URL أكو علامة استفهام ثم text معين ثم علامة يساوي ثم text معين. هاي طريقة أخرى ضمن الـ URL إحنا نرسل query parameter, يعني ندس parameter نسوي بحث عليه. وهنا أنا قيمة أحمد من خلال البوستمان أنت راح تظهر لك القيمة هنا اللي عندك الparameters تقدر تضيف عليهن الكي وتعدل الفاليو مثل ما تشاء. فهنا مثلا بدل أحمد لو أجي أكتب مثلا علي فراح أشوف هنا أنا تغير هذا النوع الثاني من أنواع الparameter. إذا الـ URL يدلينا على الـ endpoint اللي نستهدفها اللي تريد تجيب لنا فد نتائج معينة, يعني احنا كل endpoint راح تجيب لنا نتائج مختلفة. وأيضا ممكن يحتوي على path parameter و query parameter. طيب نرجع مرة أخرى إلى الكينوت. الشيء الثاني اللي عندنا في كل request هو الهيدر. إذا ما هو الهيدر أو أين هو الهيدر؟ لو نروح هنا راح نجي نشوف الهيدر. الهيدر راح ترسل به قيم على شكل key و value. هاي القيم تتعلق بأمور ثانوية في الريكوست. مثلا نريد نحدد فتشي مبدئي معين يندزل كل الريكوستات احنا ممكن نخليه بالهيدر. ممكن نريد نسوي فتشي يتعلق بالسكيورتي او امن الريكوست او نثبت انه هذا الريكوست سواه فلان شخص معين بعد ما سوى لوجن. فاحنا بكل ريكوست هي ما راح ندزها فت قيمة هنا انا مثلا بالهيدر ما ندزها قيمة باليو ار ال. بالهيدر راح ندز الفت كارد انيشال او فت شيء معين حيثبت انه هذا اليوزر هو, يعني اذا انا اطلب سويت ريكوست يجيب لي قائمة الاشخاص اللي انا متابعهم. فهذا الريكوست شلون راح اجي اني اثبت انه اني هذا الشخص عن طريق فتشي راح نتحدث عنه بوقت لاحق بشكل اكثر. نرسله من خلال الهيدر. ولو نلاحظ هنا اكو تمبرري هيدر راح يتم توليدها مثل التحكم بالكاش وامور اخرى هنا تم توليدها. اذا هذا الجزء. الجزء الثالث من اجزاء الريكوست هو البادي. حاليا احنا ما مستخدمين البادي, هنستخدمها في حالات اخرى. لنفرض
خلينا نروح للبادي. البادي هي عبارة عن أما تكون form data تكون بشكل q value، أو ممكن تكون raw data اللي تكتبها عفواً binary اللي تكتب ملف، أو ممكن raw تكتب فالtext معين بأي structure أو شيء معين. المهم في حالة الform data واللي هي الأكثر استخدام، إحنا راح يكون عندنا أيضاً q value. احنا حاليا الريكوست قاعدة تعرض لنا نتائج او تجيب لنا معلومات، لان هذه اي بي ايات مجانية تنتست بيها. لكن لنفرض انه احنا عندنا اي بي اي خاص بابليكيشن مع السوشيال ميديا مالتنا ونريد ننشر بوست، فاين راح نخلي محتوى البوست، التايتل مع البوست، روابط صور مستخدميها بالبوست، كلها راح تكون ضمن جزء البادي. اذا الريكوست ممكن يحوي على داتا، ممكن يحوي على صور، ممكن يعني أو باينري أو فايل إلى آخره. إذن الآن عرفنا الأجزاء الأساسية الخاصة بالريكوست. بعد ما أرسلنا هذا الريكوست بكل هاي التفاصيل إلى السيرفر، السيرفر راح يرجع لنا ريسبونس. هذا الريسبونس راح يحتوي على ستيتس كود، حيحتوي على هيدر، وبعدي خلينا نسولف على الهيدر والبادي ثم نرجع للستيتس كود. نلاحظ هنا البادي هي المعلومات في الإرسال المهمة اللي نريد نرسلها إذا احتاجينا، وفي الريزلت أو في الريسبونس هي المعلومات اللي راح ترجع لنا واللي احنا نسوي لها ديكود أو بارسنج حتى نستفاد من عندها بالابليكيشن مالتنا. إذا يجب أن نتفرق، أكو بادي خاص بالريسبونس وأكو بادي خاص بالريكوست. في الهيدر راح ترجع لنا معلومات عن نوع السيرفر والوقت مع الريكوست وإلى آخر طبيعة نوع الريكوست إلى آخره من هاي المعلومات. إذن عندنا لكل ريكوست هيد وبادي، هيدر وبادي، ولكل ريسبونس هيدر وبادي. لو نجي إلى على status code هتلاحظ هنا أنا مكتوب status 200 أوكي. راح أذكركم بشي، احتمال كبير أو أقدر أجزم أصلاً أنه أغلبكم شايف 404 not found، شايف ممكن ميمز على هذا الموضوع. من وين إجا هذا؟ خلينا نتعرف عليه بالتفصيل. الستيتس كود راح يمثل لنا حالة الريكوست اللي صارت. فعندنا مجموعة من الستيتس كود. لما تكون الستيتس كود في خلال رقم 100-101 إلى آخره، فهذه تحتوي على معلومات informational. هذه حالياً ما راح تهمنا. اللي راح يهمنا أكثر شيء بالميتينات وبالأربعمية وبالخمسمية. لما يكون الريكوست بالميتين فمعناها صار سكسس للريكوست مالتنا وجانا ريسبونس ناجح. إذا 200 بالضبط كان أوكي، إذا 201 فمعناها إحنا أصلا الريكوست مالتنا راد يسوي كرييشن الشيء، مثلا راد يسوي إنشاء يوزر جديد على سبيل المثال، وتم إنشاء اليوزر فراح يرجع على response code أو status code مع HTTP request 201. ممكن هو سوى شيء ناجح ولكن رجع على response أو response status code 204، سوى بحث بس ماكو نتائج، هو صار success بس الشيء البحث عنه ماكو نتائج، احنا عندنا بقاعدة البيانات اللي موجودة بالسيرفر. اوكي هذا بالنسبة للميتين. طبعا اكو كثير غيرها لكن هذه أشهر الأمور حبيت أشاركها وياكم، تقدر تبحث عنها. إذا جاءك الرقم أو الستيتس كود بالثلاثمية فمعناه سوى ريدايركشن ووجه يوجه إلى موقع آخر. إذا جانا بالأربعمية معناه كلاينت إيرور. إحنا لو نتذكر ذكرنا أنه عندنا كلاينت اللي هو موبايلك، الابليكيشن بالموبايل أو البوستمان أو متصفح الانترنت، راح يدز ريكوست إلى سيرفر والسيرفر راح يرجع ريسبونس. دائما كل عملية ممكن تصير بحياتنا احنا كبشر انه هاي العملية اكو احتمال تفشل. طيب بما انه هاي العملية تتم بين طرفين، فالفشل ممكن يكون من طرف الكلاينت اللي يرسل الريكوست او من طرف السيرفر اللي يرجع الريسبونس. فاذا كان من طرف الكلاينت الايرور راح يكون بالاربعميات، اذا كان بعد 400 يعني بعد ريكوست ممكن انت داز اشياء مخربطة او شيء مو مرتب. 401 unauthorized، unauthorized يعني هذا الريكوست راح يحتاج الى انت مسوي لوجن وانت سويته بدون ما تسوي لوجن. هذا راح يفيدنا حتى نعرف انه اليوزر ما مسوي لوجن، ممكن لما يرجع لنا هذا الريكوست كود، هذا الريسبونس كود عفوا، نوجه اليوزر الى صفحة اللوجن.
403 فوربيدن لما تكون خدمة محظورة. وشايفين مرات خدمات محظورة على العراق أو غير بلدان أخرى لما تفتح موقع معين رجع لك 403. وحبيبنا وصديقنا الغالي 404 لما تسوي أنت ريكوست على شيء أصلا ما موجود. خلينا نجرب ونشوف ايش راح يصير بالله. هنا أنا هذا مع النيم راح أجي أضيف لباث باراميتر من عندي أسمي تيست وراها أسمي نيم يساوي لنا عالي وأسوي سند لشي هو أصلا ماكو. أوكي لو نلاحظ هنا أنا رجعنا 404 not found. لما يرجع لك not found فأنت بعد ماكو داعي تسوي بارسنج لأن بالغالب حيطلع HTML بشكل معين يقول له أنه صار فد إيرر أو ماكو هيك شيء لأنه تستخدمت استخدام أو سويت على شيء ما موجود. إذن هذا أشهر أنواع response code. نرجع لآخر واحد اللي هو بالخمسميات واللي هو server error لما يصير error بالسايد الثاني. يعني لما نتحدث عن السيرفر قلنا احنا في الكلاينت احنا Android developers في السيرفر اكو باك اند ديفلوبرز هذول راح يكتبون كود ويشتغل ويجيب لنا داتا من الداتابيس ويرجع لنا اياها على شكل جيسون. ممكن يكون عندهم خطا اثناء الشغل مالتهم بالكود مالتهم هذا الشيء حيسبب internal server error. فلما يصير error او مشكله حنعرف كان من الباك اند ديفلوبر او فد شيء احنا سويناه الاندرويد او الفرونت اند ديفلوبر. اذا هذا هو الستيتس كود الخاص بالريسبونس. اتمنى تكون الفكره هنا واضحه لنا. انتهى هذا الفيديو. شكرا للمشاهده.